أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة الليلة دي مش هنحكي قصة تابعي على قد ما هنلقي على بعض المواقف والأحداث في حياة أحد التابعين وبعض الحوارات الرائقة الجميلة اللي فعلا خرجت من فم رجل فعلا كان بينطق بالحكمة، مع الإمام العلم أبو حازم سلمة ابن دينار شيخ المدينة المنورة، الإمام القدوة اللي اتولد في أيام ابن الزبير وابن عمر، وروى عن سهل بن سعد وقال عنه مصعب ابن عبد الله قال أصله فارسي وأمه رومية وهو مولى بني ليث. يعني بيقول هو أصل حازم أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار أصله من بلاد فارس وأمه رومية، فقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد كده يبقى إمام علم من أئمة المسلمين. قال عنه الإمام ابن خزيمة ثقة ولم يكن في زمانه مثله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم. خوفه وزهده كان شيء عجيب جدا، لدرجة واحد بيحكي مرة بيقول رأيت أبا حازم يخصه في المسجد ويبكي ويمسح بدموعي وجهه، يعني هو بيبكي وعمال بيمسح بالدموع دي وشه. فقال لما تصنع ذلك؟ قال بلغني أن النار لن تصيب موضعا أصابته الدموع من خشية الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة الرائعة في حياة أبي حازم عليه رحمة الله ورضوانه. في سنة 97 هجرية عزم أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك أنه يرحل إلى الديار المقدسة في المدينة المنورة، يرحل من دمشق إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج. فخرج إلى الحج ولكن بدأ الأول بالمدينة المنورة، وكان في نفس شوق قريب جدا جدا للذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان الموكب بتاعه ما شاء الله حافل بالعلماء والقراء والفقهاء والمحدثين والأمراء والقادة، موكب ما شاء الله مليان خير كبير جدا. فلما وصلوا المدينة المنورة وحطوا رحالهم أقبل طبعا وجوه الناس والعلماء والقراء والناس الأفاضل عشان يسلموا على أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك، وكلهم راحوا إلا واحد فقط اللي هو سلمة ابن دينار قاضي المدينة وشيخ المدينة والإمام العلم الكبير. لما فرغ سليمان ابن عبد الملك من مقابلة الناس بدأ يكلم بعض الحاشية والناس اللي موجودين معاه، قال لهم يعني إن النفوس لا تصدأ كما تصدأ المعادن، فنحتاج إلى من يذكرنا بالله ويفقهنا في دين الله. قالوا أجل لأمير المؤمنين، ماذا تريد؟ قال يعني ابحثوا عن رجل يكون أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله ويكلمنا حتى يعني لا تصدأ القلوب. فقالوا نرسل إليك سلمة بن دينار. قال من هو سلمة بن دينار؟ قالوا هو قاضي المدينة وشيخ المدينة وهو علم من أعلام التابعين. قال اتوني به ولكن تلطفوا في دعوتي، يعني ما تخضوش وتقولوش أمير المؤمن عايزك فيظن أنه مطلوب لقضية ولا حاجة، يعني تلطفوا في دعوتي. فذهبوا إلى سلمة ابن دينار اللي هو أبو حازم وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يعني يسلم عليك وأن يجلس معك. فقال على الرحب والسعة وذهب معهم للقاء أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. فأول ما دخل على سليمان ابن عبد الملك قال له سليمان مرحبا بك يا أبا حازم. وأنا عايز أقرأ لكم الحوار الجميل، حوار رائق جدا وجميل جدا. قال مرحبا بك يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال وأي جفاء يا أمير المؤمنين؟ قال زارني وجوه الناس ولم تزرني، كل الناس جم زاروني وسلموا علي إلا أنت الوحيد اللي ما سلمتش علي. فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، فأنت أول مرة تعرفني وأنا أول مرة أشوفك، فلو كنت شفتك قبل كده وما جيتش زرتك يبقى ده جفاء، إنما لا يكون الجفاء إلا بعد المعرفة. فقال الخليفة لجلسائي أصاب الشيخ في اعتذاري وأخطأ الخليفة في عتبه عليه. ثم التفت إلى أبي حازم وقال له يا أبا حازم إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. قال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان. قال له يا أبا حازم، واسمع بقى الكلام الجميل، كلام اللي عليه أنوار لا تخطر على قلب بشر، تحس أن الرجل فعلا رجل بينطق بالحكمة.
قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. خد بالك بقى الأمير أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك هيسأل أسئلة أنا وإنت وكلنا محتاجين نعرف إجابتها، هيرد عليها الإمام العالم الكبير سلمة بن دينار أبو حازم رحمه الله رحمة الله واسعة. قال ما لنا نكره الموت، إيه اللي بيخلينا بنكره الموت مع إن الأصل إن إحنا نحب الموت، مع إن أمنا عائشة برضو قالت يعني كلنا نكره الموت يا رسول الله. فهو بيسأله برضو نفس السؤال بيقول له ما لنا نكره الموت، فقال لهم لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن نكره أن ننتقل من العمار إلى الخراب. كلام زي الفل صح كده؟ إن كتير مننا ليل ونهار مشغول بأنه عمال بيشيد ويبني ويعلي ويكتر فلوسه وعايز يوصل لها على المناصب وعايز يبقى مشهور ومعروف وعايز وعايز، لكن ما فكرش في آخرته. قليل جدا اللي بيفكر في اخرته حقيقه، تعالوا نتصارح مع بعض، قليل اللي شايف الاخره. لو كل الناس شايف الاخره لا يمكن تلاقي قضيه في محكمه، لا يمكن تلاقي مظلمه، لا يمكن تلاقي حد بيغتاب حد، لا يمكن تلاقي الحقد والحسد اللي منتشر في هذا الزمان، لا يمكن تلاقي اعداء النجاح اللي عمالين بيحاربوا اي انسان ربنا بيجعله القبول، لا يمكن هتلاقي كميه الكذب والنفاق اللي موجوده في المجتمعات في الوقت الحالي، لأن احنا فعلا لو تذكرنا الآخرة والآخرة دي نصب علينا لا يمكن أبدا هنعمل أي حاجة تغضب ربنا، ونعلم أن احنا سنقف بين يدي لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. فبيقول له ما لنا نكره الموت، قال لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن لا نحب أن ننتقل من العمار إلى الخراب. قال الخليفة صدقت، ثم قال له يا أبا حازم ما لنا عند الله، إحنا يعني إحنا يوم القيامة لما نقدم على الله ما لنا عند الله، قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال تجده في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كأنه عايز يقول له إن الأمور واضحة، الأبرار هيكونوا في نعيم والفجار هيكونوا في جحيم. فكأن سليمان بن عبد الملك عايز يقول له يعني هو يعني طب انت بتقول الفجار في جحيم يعني ما فيش مغفرة ما فيش توبة ما فيش، فطبعا الأمور يعني عايزة توضح. فقال وأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الإنسان الأصل فيه هو أن يكون محسن وأن يقابل إحسان ربنا بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن حتى لو أساء يسرع بالتوبة ويحسن في توبته بأنه يصدق مع ربنا وأنه يخلص النية في التوبة وأنه يتوب ابتغاء مرضات الله مش عشان أي حاجة تانية. فقال له الخليفة ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا؟ إحنا يا أبو حازم هنقدم يعني هنقبل على الله غدا، هيبقى يعني مقابلتنا ربنا شكلها عامل ازاي؟ كيف قدومنا على الله؟ فقال له اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله. الله، شفت المعنى الجميل؟ بيقول الانسان اللي احسن فيما بينه وبين ربنا لما يقدم على الله يوم القيامه هيقدم زي واحد غايب بقاله 10 سنين عن امه وابوه وحبايبه واخواته واولاده وزوجته ورايح يقابلهم، شوف فرحته عامله ازاي؟ ولله المثل الأعلى. فتخيل انك راح تقابل حبيبك سبحانه وتعالى. فقال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق، العبد اللي هرب من سيده يساق إلى مولاه سوقا. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى على نحيبه، ثم قال يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح؟ طب احنا يعني فاتنا حاجات كتير وممكن نكون خربنا كتير وأذنبنا كتير وعصينا ربنا كتير، نصلح ازاي؟ قال تدعون عنكم الصلف يعني التكبر وتتحلون بالمروءة. فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ طب احنا دلوقتي معانا ملايين ومليارات، خليفة بقى أمير المؤمنين نعمل ايه في المال ده؟ فقال إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهلي وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية، هو ده الحل الوحيد في المال. فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس؟ قال أولو المروءة والتقى، أهل المروءة والتقوى.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفت الحديث ماشي إزاي؟ مين هم أفضل ناس؟ مش أفضل ناس ده لا، يعني هو إيه الوزراء والكبراء وأصحاب المناصب والمشاهير والنجوم ووا، لا، بيوضح له إن أفضل ناس أهل المروءة والتقى. قال: وما أعدل القول يا أبا حازم؟ قال: كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه. قال الخليفة: فما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم؟ قال: دعاء المحسن للمحسنين. إنسان أحسن فيما بينه وبين ربه وبيدعو لأهل الإحسان من المؤمنين اللي عبدوا ربنا وخافوا من ربنا، بيقول له هو ده الدعاء المقبول وأسرع الدعاء يعني قبولا. قال: فما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل اللي معهوش فلوس أو فلوسه قليلة جدا وبيتصدق. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده مال كثير ويعني مليارات، فأخرج منها 100,000، ورجل كان لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهما، فيعتبر تصدق بنصف ماله. فقال: سبق درهم 100,000 درهم. قال: ما أفضل صدقة؟ قال: جهد المقل يضعه في يد البائس الفقير من غير أن يتبعه أو أن يتبعه من ولا أذى. قال الخليفة: من أكيس الناس؟ من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال: رجل ظفر بطاعة الله تعالى، أو ظفر بطاعة الله فعمل بها ثم دل الناس عليها. قال الخليفة: فمن أحمق الناس؟ مين أكتر واحد عنده حماقة؟ قال: رجل انساق مع هوى صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. واحد مشي ورا واحد ظالم قاعد ينافق عشانه ويجامل عشانه ويساعده على الظلم عشان هو يوصل للي هو عايزه بدنيته، وهو التاني ده يخرب آخرته. قال: فباع آخرته بدنيا غيره. فقال الخليفة: هل لك أن تصحبنا؟ إيه رأيك يعني يا أبا حازم تعيش معنا؟ أنا أمير المؤمنين، تعيش معنا، تصيب منا ونصيب منك، أنت تستنفع مننا وتاخد فلوس اللي أنت عايزها، وإحنا ننتفع من علمك وأخلاقك وأدبك وحياءك وعلمك وحكمتك. قال: كلا يا أمير المؤمنين. قال: لماذا؟ قال: أخشى أن أركن إليكم قليلا فيضيقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات. فقال الخليفة: ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم، اللي أنت عايزه اطلب، كل اللي أنت عايزه. فقال، فسكت ولم يجب. فأعاد عليه الخليفة مرة ثانية: يا أبا حازم ارفع إلينا حاجتك، اطلب اللي أنت عايزه. فقال له: تقضيها لي؟ قال له: أيوه، اللي أنت عايزه أعدوه لك دلوقتي. قال له: مهما كانت؟ قال له: مهما كانت. فأعاد عليه مرة أخرى، قال: مهما كانت؟ قال: مهما كانت. قال: حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. فقال له: هذا ليس من شأني يا أبا حازم، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. قال: ما لي سوى هذه الحاجة يا أمير المؤمنين، تقدر تقضيها لي؟ قال له: لا يا أمير المؤمنين. قال له: لا يا أبا حازم. فقال: ادعو الله لي يا أبا حازم. لما لقى خلاص مش عايز حاجة، لأن هو مش طلب واحد بس، بيقول عايز إن أنت تنقذني من النار وتدخلني الجنة، لأن ربنا قال كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبيقول له: أنا حاجتي إن أنت تنقذني من النار وتدخلني الجنة. قال له: دي مش بإيدي. قال له: خلاص، يبقى أنا مش عايز أي حاجة غيرها، هو ده اللي أنا عايزه. فقال له: ادعو لي يا أبا حازم. فقال أبو حازم: اللهم إن كان عبدك سليمان بن عبد الملك من أوليائك فيسره إلى خيري الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. فقال رجل من الحاضرين: بئس ما قلت، منذ دخلت على أمير المؤمنين فقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته. فقال أبو حازم: بل بئس ما قلت أنت، فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق، فقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم التفت أبو حازم للخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم،
ثم وجد قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا، فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله. ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم، ولكنهم رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم. فقال الخليفة: صدقت. نكمل الحوار الجميل لكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. صلى على حبيبك. كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين، ملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل يعني الحوار الجميل اللي دار بين سلمة بن دينار أبو حازم وبين أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك بعد ما الكلام الجميل اللي قاله أبو حازم طلب منه أن يزيده من موعظته، فقال له: فما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه مثلك، عشان كده عايزك تزودني. فقال له أبو حازم: يا أمير المؤمنين، إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية، كنت أنت فعلا هتستجيب لكلام اللي سمعته ده، أنا اللي قلت لك ده كفاية. وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وطر. فقال الخليفة: عزمت عليك، يعني أقسمت عليك بالله أن توصيني يا أبا حازم. فقال له: نعم، سوف أوصيك وأوجز. عظم ربك عز وجل ونزهه أن يراك حيث نهاك. اوعى اوعى ربنا يشوفك في حاجة هو نهاك عنها. نهاك عن شرب الخمر، اوعى ربنا يشوفك بتشرب خمر. نهاك عن ان انت تاكل ربا، اوعى يشوفك بتاكل ربا. نهاك عن النظر للنساء، اوعى يشوفك بتنظر للنساء. نهاك عن الظلم، اوعى يشوفك بتظلم. قال له: عظم ربك عز وجل وإياك وإياك أن يراك الله عز وجل حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك. ثم سلم عليه وانصرف. فقال له الخليفة: جزاك الله خيرا من عالم ناصح. ما كاد أبو حازم يخرج من عند أمير المؤمنين حتى وجد أن أمير المؤمنين أرسل إليه بسرة ملئت دنانير، وكتب إليه يقول: أنفقها يا أبا حازم ولك مثلها كثير عندي. خد الفلوس ديت واصرفها زي ما انت عايز، وخلص وقول عايز تاني وتالت ورابع وعاشر، واللي انت عايزه كله خده. انت فعلا خلاص، يعني كان عايز اقوله انت دخلت قلبي وانا وثقت فيك، واللي انت عايزه اؤمر بس اطلب اللي انت عايزه. عمل ايه ابو حازم؟ فردها وكتب يقول لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين، اعوذ بالله ان يكون سؤالك اياي هزلا وردي عليك باطلا. أعوذ بالله أن أنت تكون بتسألني عشان تستهزئ بيا، أو أن أنا أكون رديت عليك بباطل. أنا ما طلبتش منك لفلوس ولا طلبت منك دنيا، فوالله ما أرضى ذلك يا أمير المؤمنين لك، فكيف أرضاه لنفسي؟ يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه الدنانير لقاء حديث الذي حدثتك به، فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منها، وإن كانت حقا من بيت المال من بيت مال المسلمين هذا المال حقا لي، فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق؟ سبحانك يا ربي. لما تقعد تسمع لحوار جميل زي دوت يدور بين عالم من علماء التابعين وبين أمير المؤمنين، الرجل ما طلبش فلوس من أمير المؤمنين، وطلبش منه حاجة، ولا قال له عايز حاجة انفقها على طلبة علم، ولا قال له هات فلوس علشان أنا بعمل دار يتامى، ولا هبني مدرسة إسلامية، ولا هعمل كذا، ولا ربنا عافينا عافيكم من يعني من الأشياء اللي احنا بنسمعها التي يندى لها الجبين. سبحان الله، أجمل ما في الداعية وأجمل ما في العالم إنه ينزه نفسه عن أموال الأغنياء والأمراء، ويفضل العالم والداعية. ودي نصيحة للشباب اللي طالع، ونصيحة لكل إخوان الدعاء، يفضل العالم والداعية راسه في السماء طول ما هو عمره ما مد إيده لحد وقال هات. اوعى، نصيحة أخوك الصغير، اوعى تقبل أي مال من أي حد يقولك خد إعانة ليك على التفرغ لطلب العلم، إعانة ليك على تبليغ دعوتك، إعانة ليك على كذا، إعانة.
اوعى تطلب من حد حاجة، اشتغل واكسب ويعني واجتهد وابذل جهدك واعمل اللي انت عايزه كله، ولكن اياك انك تمد ايدك لحد، لانك يوم ما هتمد ايدك صدقني هتسقط من عين الله اولا، ثم ستسقط من عين هؤلاء الناس. انا اذكر ان في يوم من الايام شاب شاب في الدعوة بيقول لي انا تزليت، والله يا اخوة بيقول لي تزليت 6 سنوات بسيارة. قلت له ازاي؟ قال لي واحد من الاغنياء قال لي السيارة دي أخي هدية ليك وتروح بها دروسك وخطبك وتبقى يعني صدقة جارية لي أن أنا يبقى في ميزان حسناتي دعوتك. ويقول لي أخذت منه السيارة وقبلتها. ويقول لي أخذتها من هنا مفيش أسبوع لقيته بيتصل بي، فلان أنا عايزك تجيني في المكان الفلاني بلد تانية علشان بس في قاعدة حلوة كده عايزك فيها. أقول له العربية مش شغالة، هو جايب العربية على الزيرو دي ولا العربية مش شغالة؟ قال لا شغالة. فقال لي رحت له وبعدها بكام يوم، انا عايزك في البلد الفلانيه الثانيه عشان في اتنين هنصلح ما بينهم، حاضر. انا عايزك في قاعده حلوه عندي في البيت عشان كذا، حاضر. بيقول لا انا قادر ارد له على العربيه ولا قادر اقول له انا مش فاضي، فلو رديت له العربيه هيزعل مني، ولو قلت له مش فاضي يقول له يعني ما انا مديك عربيه، فاهم ازاي؟ بالاضافه انه راح شهر بيه وقال لكل الناس انا مدي له عربيه. عشان كده اوعى اوعى تقبل مليم واحد من اي حد، امير او غني او كذا او كذا او كذا، وعيش حياتك كلها رافع راسك بأنك عمرك في حياتك ما تسولت على موائد هؤلاء الناس عشان تعيش عزيز. وشفت مثل عظيم هو لرجل عالم من أئمة التابعين لما قال له أمير المؤمنين خذ الفلوس، قال له أعوذ بالله أن يكون كلامك هزلا أو سؤالك هزلا وأن يكون رد عليك باطلا، أنا ما مقبلش هذا الكلام. وفي نفس اللحظة بيقول لي إيه؟ بيقول له ده أنا يعني في الوقت دوت ده أنا ده الميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أفضل عندي من أن أخد إيه؟ من أن أخد المال دوت. سبحان الله. وفي سنة من سنين نفر سلمة ابن دينار مع جيوش المسلمين المتوجهة إلى بلاد الروم، وكان في الجيش دوت يا جماعة أمير من أمراء بني أمية، أمير كبير من أمراء بني أمية، فعرف أن يعني أبو حازم هو سلم بن دينار موجود في الجيش، فطلب أنه يجيله ويدخل عليه الخيمة ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويقعد يتكلم معه ويفقهه في دين الله. فقال له إن الأمير يدعوك إليه لتحدثه وتفقهه. فكتب إلى الأمير يقول له أيها الأمير لقد أدركت، اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام يا شباب اسمعوا الكلام يا حبايبي وشوفوا الكلام بيقولين، قال لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا، ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل هذا أو أول من يفعل هذا، فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام عليك وعلى من معك. فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه وقال له يا أبا حازم لقد وقفنا على ما كتبته لنا فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا، فذكرنا وعزنا جزيت عنا خير الجزاء. فطفق أبو حازم يعظه ويذكره، وكان من جملة ما قاله قال انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا. الحاجة اللي انت تحب أنها تكون معك في آخرتك خليك حريص عليها في الدنيا. عايز تيجي في الآخرة بإيه؟ ب50 مرة تحج، حج 50 مرة عشان تيجي تلاقيهم في الآخرة. عايز تلقى الله بإيه؟ ب5 مليون صلاة صليهم في الدنيا عشان تلقاه بها يوم القيامة. عايز تقابله بإيه؟ بإنفاق على يتامى، بإنفاق على كذا، ببناء مساجد، بتسبيح، بتهليل، بتكبير، بقراءة قرآن، ب4000 ختمة، هكذا. اللي تحب إن أنت تلقى الله عز وجل بيه القيامة خده من الدنيا، فالدنيا مزرعته للآخرة. قال وانظر إلى ما تكره أن يكون معك هناك فازهد فيه هنا، واعلم أيها الأمير أنه إن نفق الباطل عندك وراج أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك. لو أنت حبيت الباطل وحبيت أهل الباطل هيلتف عليك أهل الباطل، وإن نفق عندك الحق وراج التف حولك أهل الخير وأعانوك على ذلك، فاختر لنفسك ما يحلو لك. وتمر الأيام ويقبل الموت على أبي حازم سلم بن دينار، حتى قال له أصحابه كيف تجدك يا أبا حازم كيف حالك؟ قال لئن نجونا من شر ما أصابنا من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها. ثم قرأ هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
يا سلام، قد ايه مثال عظيم وجميل ورائع، بيوضح لك قد ايه ان العالم لما يزهد فيما في ايدي الناس يحبه الناس. وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان في يوم من الايام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. هي دي المساله، الناس تحب يا جماعه اللي يزهد باللي في ايديها. احيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك امر ما ويعرض عليك اللي انت عايزه، فلما تزهد في اللي في ايديه يحترمك ويحبك، رغم ان هو يتمنى يعطيك، لكن هو يزهد لما يلاقيك زاهد كده هو يحبك ويحترمك ويتقرب اليك ويفخر بانه يعرفك ويستفيد من علمك. انما لما الاقيك عايزا بالله زي ما بعض الناس عملت من كثرة اقترابهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى العزم بالله المنهج والدعوة والسنة ووصول العلم إلى هؤلاء الناس لحد عندهم هم قاعدين في بيوتهم، وصل الأمر أنهم زهدوا في هؤلاء الناس، ووصل الأمر أنهم حتى لما يستمعوا لا ينفذوا. وفي نفس الوقت وصل الأمر أن بعض الناس بقت تجامل، بقت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين، ويقول لك: أنا ما أقدرش أكلمهم في حاجة أكتر من كده، ولو قلت لهم أكتر من كده هيزعلوا مني. والمجاملات اللي ملهاش أصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى ديننا جميل يا جماعة، مش محتاج مجاملات، مش محتاج ان انا اجامل سين وعين وصاد، ديننا جميل ومفيش أيسر ولا أجمل من كده ولا أفضل من كده. إن الدين يسر زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، فإحنا مش محتاجين ان احنا نجامل الناس ونغير في شرع ربنا وأحكام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عشان نجامل سين وصاد وعين، لكن احنا محتاجين حاجة واحدة بس، ان احنا نغلف المعلومة اللي بنوصلها للناس بسلوفانا من الأدب والذوق والحكمة والرحمة، ان احنا نرفع شعار البسمة والرحمة ونوصل الكلام بشيء من الأدب. يعني فعلا أحيانا المعلومة توصل بشيء من الغلظة وسوء الأدب فلا يقبلها إنسان، إنما لو وصلت المعلومة بشيء من الرحمة والبسمة والحكمة ووصلت كده بشيء من الأدب، أكيد مفيش إنسان في الدنيا يرفض المعنى ده ويرفض الحكم دوت مدام وصلته بالشكل الجميل دوت وبالأسلوب الجميل اللي هو أصلا أسلوب النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه. فكان درس جميل قوي من أبي حازم سلمة بن دينار، إزاي إن العالم يكون في عزة ويكون في يعني الترفع عن أموال الناس وعن مجالسة الناس وعن النظر فيما في أيدي الناس، لدرجة إن هو لم يطلب بل طلب منه إن هو يكون عايش مع الأمراء ومع أمير المؤمنين، فرفض كل ذلك حفاظا على ديني وحماية لديني من إن هو يدخل عليه الدنيا ويضطر إن هو يجامل عشان ياخد فلوس وعشان، فرفض كل ذلك ورفض كل هذه الأشياء ولقي الله عز وجل خالصا مخلصا. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يد النبي جميعا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام